عايزين يحطوا في لو جاب 3-1 فكسب 2-0 ممكن يخش. تمام. قال لك حطوا له جسامه. دخلت بصيت عندنا في الاتحاد الافريقي طرف شوف الحكم ده اخر ماتشات عمل. دخلت بصيت على جسامه تاريخه لقيت ان جسامه في 2018 اخر سنه عمل الماتشات الاتيه. عمل الاهلي والوداد، عمل الوداد وزاسكو الماتش اللي هو كان كانت مجموعه النادي الاهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسب عشان يتاهل. تمام. اداله ضربه جزاء، اداله كارت احمر في الدقيقه 60 ما عرفوش يجيب جون قدام ضربه جزاء في الدقيقه 60. عمل الاهلي والوداد، عمل فاينل بطوله الامم الافريقيه للمحليين في المغرب، المغرب ونيجيريا النهائي، ادى في اول 50 دقيقه ادى ضربه جزاء وكارت احمر للمغاربه لصالح المغرب. بعد ماتش الاهلي والوداد الفاينل خد الطياره من المغرب مع المغاربه، راح من عمل الاهلي والوداد وطلع من المغرب على ساحل العاج، عمل ساحل العاج والمغرب كسب المغرب وكان اللي يكسب يروح كاس العالم. يعني راجل عمل ماتشين لنفس البلد في اسبوع. مصر بتتجامل بعد المغرب وبعد تونس قبل الجزائر. الجزائر مكروهين. مصر درجه ثالثه، درجه رابعه بعد تونس والمغرب. بعد المغرب وتونس. المغرب رقم واحد. مصر بعد كده. في النهائي انت شفت كلنا قرينا حق الجرايد ان هم اعلنوا ان الراجل فيكتور جوميز هم كانوا حاطين جسامه عشان يطلع الجزائر في قبل النهائي. وجسامه ادى ضربه جزاء على الجزائر في الدقيقه 85. بس ربنا كبير. في الدقيقه 95 رياض محرز جاب جول. لو في اخر دقيقه خلاص بدل الضيع مش في مجال اي حاجه. فقال لك لا انا هربط. هم السنغال ليها علاقات